وفي استجداء لجماعة الحوثي الإرهابية بشان موافقتهم على تمديد الهدنة، قال السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أبو نهايم إن على جماعة الحوثي العمل على اختيار مسار السلام والتعاون مع الأمم المتحدة لتجنب العودة للحرب. أنا أشجع الحوثيين على اختيار المسار الذي سيفيد اليمنيين العاديين من خلال العمل والتعاون مع الأمم المتحدة وتجنب العودة إلى الحرب.